بيقول عندما جعل الرب الاله علامة للقائين حتى لا يقتلوه، من هم الذين كانوا في الارض حتى يقتلوه؟ عيلة هابيل وباقي نسل ادم. دي توري كمان ان الانسان اللي بيقتل يظل خايف حتى من مفيش حاجة، زي ما بيقول الكتاب يهرب ولا مطارد، يشعر انه هيتقتل هيتقتل، كان خايف من عيلة هابيل. سؤال، هل التبخير في المنزل حرام ام حلال؟ المهم مين اللي يقول بالتبخير؟ يعني هل انت تدعو احد الاباء الكهنة لكي يرفع بخورا في البيت؟ دي ما فيهاش حاجة، زي ما بيحصل بعض الاباء الكهنة بيروحوا يعملوا انديل في بيت وبيرفعوا بخور، فما فيهاش حاجة. لكن كون ان الناس نفسهم يرفعوا بخور امر مش صح. في سفر الخروج اصحاح 30 لما اتكلموا على البخور وشريعة البخور، قال لا يصنع مثله ولا يستعمل في البيوت ولا حاجه،